تحت رعاية سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل، افتتحت ستيل ماسترز، وهي إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل الاستثمارية، أول صالة عرض خاصة لها في مملكة البحرين. كما وأعلنت الشركة أيضا خلال الافتتاح إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها لاستقبال الطلبات محليا وإقليميا ودوليا. صندوق الأمل يطلق الأمل من مملكة البحرين ليصل صداه إلى العالم. فمع افتتاح شركة ستيل ماسترز أول معرض لها في مملكة البحرين، تنطلق هذه الشركة عالميا حاملين ملاكها شغف الطبخ والشواء، ومسلحين بدفعة قوية من قبل صندوق الأمل الذي دعم الاستثمار في الشباب وأكد دعم مساعيهم الريادية المبتكرة لمواصلة تطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. الفكرة كانت الأساسية اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية، هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نبين للمواطن ونبين للشباب خاصة أن لما يحطون يدهم بيد بعض وين يقدرون يوصلون. اللي شفناه احنا اليوم إبداع ثم إبداع ثم إبداع، يعني اللي شفنا شباب بحرينيين حطوا يدهم بيد بعض، حطوا يدهم بيد المستثمرين ووصلوا سبحان الله للعالمية. سمعنا اليوم أنهم يأخذون منتجاتهم ويوصلونهم إلى أمريكا وينافسون في الأسواق الدولية، فالله يبارك لهم إن شاء الله والله يبارك لنا بهم. عالمة تصنيع تجارية محلية بمعايير عالمية زينت معدات الشواء لتعطي مشتريها تجربة شواء لا مثيل لها. البحرينيين الشباب عندهم قدرة ما حد يعرف عنها إلا نفسهم، فكل واحد يكون عنده صاحب فكرة ياخذ فكرته يشتغل عليها ويحط عرق جبينه في هاي الفكرة، وإن شاء الله الناس راح تشوفه وراح تقدره، ومثل ما ستيل ماسترز وصل إلى ما احنا موجودين عليه أكيد أنت بعد يا البحريني راح توصل إلى أي مكان. احنا كوننا لنا اسم في خلال سنة ونص، ولكن برنامج بيبان شجعنا أن احنا نتسع وندش في السوق الخليجي ونكبر، ومثل ما تشوفون اليوم عندنا افتتاح ستيل ماسترز في منطقة السلماباد، وصار عندنا فاكتوري، ولله الحمد مع فضل برنامج بيبان والدعم اللي حصلناه قدرنا نوصل للأهداف اللي بغيناها. الدعم دائما موجود، يعني عندنا احنا في البحرين دائما موجودين حق الشباب اللي عندهم طموح وودهم انه يوصلون مكان، فالواحد كل اللي عليه انه يسعي ورب العالمين يفتح له. يعني شركة ستيل ماسترز نجحت في جمع استثمار بقيمة 180 ألف دولار أمريكي، حيث حصلت على 120 ألف دولار أمريكي من خلال مشاركتها في البرنامج التلفزيوني الواقعي المخصص لرواد الأعمال بيبان، والذي تنتجه مشاريع الأمل. وتم جمع 60 ألف دولار أمريكي من خلال منصة بيبان للتمويل الجماعي، منصة تمويل جماعي بالملكية أتاحت لمشاهدي البرنامج فرصة الاستثمار المباشر في ستيل ماسترز التي تنطلق بسواعد وطنية تعمل بجد وطموح. يبدع الشباب البحريني ويفاجئ الجميع بشتى المجالات ليصل إلى القمة عربياً وعالمياً بهمة أصلب من الحديد. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.